السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هواوي نوفا 10 برو جهاز ممتاز جدا، سنتعرف على مواصفاته معا وعلى السعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك، إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجيا أولا بأول. بداية مع الشاشة، تأتينا هنا بحجم 6.7 إنش مع نسبة استحواذ تفوق 91.3%. تقريبا هنا شاشة كاملة بدون حواف مع ثقب. للكاميرا الأمامية بالنسبة لهذه الشاشة أصدقائي، تأتينا من نوع أموليد وتدعم الريفرش ريت تردد 120 هرتز. في الظهر نجد 4 كاميرات خلفية. الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 64 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية تأتينا أيضا بدقة 64 ميجا بكسل وهي كاميرا تيليفوتو، تعطينا إلى حد 3.5x أوبتيكال زوم 3.5 مرات زوم طبيعية. والكاميرا الثالثة هي كاميرا ألترا وايد تأتينا بدقة 13 ميجا بكسل لتصوير الزاوية الواسعة، والكاميرا الرابعة تأتينا بدقة 40 ميجا بكسل. الجهاز يصور بدقة 4K مع الخيار بين 30 و60 فريم في الثانية. وبالنسبة لكاميرا السيلفي، يأتينا مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل. أداء الجهاز هنا مستقر وممتاز جدا، ستأخذ أفضل تجربة أداء بما أنه يأتينا مع معالج كوالكوم سناب دراجون 888 بلس داعم لخدمات 5G، ويأتينا بمعمارية 5 نانومتر سيعطيك تجربة أداء كما قلت مستقرة ولن تواجه معه أي مشكلة. نظام الجهاز هو الهارموني أو إس وغير داعم لخدمات جوجل. البطارية هنا تأتينا بحجم 4360 ملي أمبير، والجهاز يدعم الشحن السريع بسرعة 100 واط. النوفا 10 برو يأتينا مع USB Type C، يأتينا مع بصمة على الشاشة، يأتينا مع ستيريو سبيكرز، سماعات خارجية ذات جودة عالية، ولا يدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. كما يتوفر الجهاز بأربعة نسخ، بداية مع 128 جيجا مساحة داخلية و8 رام، وصولا إلى 12 رام و512 جيجا مساحة داخلية. بالنسبة أصدقائي إلى الألوان، النوفا 10 برو يتوفر بأربعة ألوان: اللون الأبيض، اللون الأسود، اللون الأخضر، واللون المتدرج بين البيربل والأبيض. ويبدأ سعر الهواوي نوفا 10 برو من 699 يورو، ما يعادل 750 دولار. سعر جيد لكن يعتبر مرتفع. في هذه الفئة السعرية نجد أجهزة كثيرة تنافس النوفا 10 برو، لكن هذا الجهاز فعلا يقدم مواصفات ممتازة. كان من المحبذ أن نراه في فئة 500 دولار، ما عدا هذا يقدم قيمة كبيرة. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، اكتبوا لي آراءكم في التعليقات حول النوفا 10 برو. أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو، أعجبكم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.